في شوط اول اسوأ مما يمكن من الزمالك، بيخرج 0-0، ولكن الشوط الثاني الاداء نوعا ما بيبقى فيه بصيص من الامل وبيتحسن نوعا ما للحظات بسيطه الزمالك بيقدر يسجل فيها هدفين في مباراه عبد الشافي بياكد فيها ان الذهب لا يصح. حطني رقم واحد في لندن. بيبدا المباراه بنفس تشكيل المباراه اللي فاتت، بيبدا بجنش في راس المرمى قدامه الويلش وعبد الغني على يميني، مثلوسي على الشمال، عبد الشافي ثنائي في نص الملعب طارق حامد وامام عاشور، قدامهم اوباما على الشمال، بن شرقي على اليمين، زيزو قدام، سيف الدين الجزيري. ليه الزمالك الشوط الاول كان اداؤه سيء؟ ليه الزمالك الشوط الاول ما كانش عارف يوصل لجول مصر مقاسه كتير؟ ليه الزمالك الشوط الاول كان بيعتمد على الكرات الطويله اكتر مما يلزم؟ هقول لك ليه. الحاجه الاولى ان نص ملعب الزمالك المكون من طارق حامد وامام عاشور مش نص ملعب الزمالك المكون من طارق وساسي. ساسي مقصر كتير جدا 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 بغيابه عن نص ملعب نادي الزمالك. لو فرجاني النهارده كان بدل امام عاشور في نص الملعب كنت هتشوف سيف الدين الجزيري وزيزو وشاري وحتى اوباما بيوصلوا لجول مصر مقصر كتير. ليه؟ هقول واحد يقول لي في الكومنتس مثلا ان هو ليه يا عم هو فرجاني ده انيستا ولا تشافي؟ لا، فرجاني مش انيستا ولا تشافي. فرجاني ساسي بيخلي نص ملعب الزمالك بيعرف يلعب كوره على الارض كويس جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه فرجاني ساسي بيعرف يعمل تشيب ورا المدافعين كويس جدا. الزمالك النهارده طول الشوط الاول بيحاول يلعب التشيب باص ورا المدافعين بتوع المقصه، مش عارف ما بيوصلهاش سواء من عبد الشافي او من امام عاشور او حتى طارق حامد اللي كان بيحاول يعملها، محدش فيهم عارف يوصل الكوره اللي فرجاني ساسي كان بيحاول يعملها او كان بيوصلها للمهاجم او صانع العاب، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في كارتيرون ما فكرش او ما لاحظش فكره اللي انت مش عارف تخترق من العمق دي غير الشوط الثاني. غير الشوط الثاني ده كذا مره، الشوط الاول بيبان لك ان الاطراف بتاع المقصه بطيئه اولا، ثانيا مصطبيحه هتعرف تلعب عليهم كويس جدا سواء عاصم صلاح او الناحيه الثانيه تسوق، الاثنين دول هتعرف تلعب عليهم بزيزو وبن شرقي. ليه ما حاولتش تستغل الحته دي وتضغط من اطراف الشوط الاول؟ دي حاجه مش فاهمها. اللي انت تلعب من الشوط الثاني ضغط على اطراف الشوط الاول، كنت بتحاول تخترق من العمق بكل حاجه سواء كرات طويله لسيف الدين الجزيري او تشيبات في ظهر المدافعين او حتى بتحاول تنزل يوسف اوباما يستلم الكره من اثنين نص الملعب ويحاول يبدا الهجمه. بالمناسبه اوباما هيجي له الشوط الثاني، ولكن الشوط الاول انت الزمالك مش عارف يوصل لمرمى المقصه او مش عارف يخلق فرصه حقيقيه بسبب ان بدرس كارتيرون مش عارف يوصل اللعيبه للمرمى. بيلعب باسلوب مش الصح، بيلعب باسلوب مش اللي انت تلعب بيه المباراه دي، ممكن تلعب بيه مباراه ثانيه، ولكن ما تلعبش بيه المباراه دي. انت ولا بتلعب هاي بلوك ولا ميديم بلوك ولا لو بلوك. الزمالك ولا كان بيعمل اي حاجه الشوط الاول، هو كان بيحاول يستخلص الكوره. اول 10 دقايق كانت المقصه هي اللي مستحوذه على المباراه، ولكن بعد ال 10 دقايق الاولى الزمالك استحوذ على كل حاجه وبقى هو معاه زمام الامور، ولكن طول ما الكوره مع الزمالك مش عارف تعمل حاجه، مش عارف توصل مره المقصه ولا شكل هجومي ولا ضغط ولا اي حاجه. الضغط اللي بيحصل ضغط عشوائي اللي هو اللعيبه يلا يا رجاله نضغط، يلا يا رجاله نجيب الكوره، لكن غير كده الزمالك هيفضل مستني في نص ملعبه ان المقصه تنزل له ويبتدي يستخلص منه الكوره، ولما بيستخلص منه الكوره ما بيقديش يعمل اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه فعلا. الشوط الثاني بقى الزمالك مش هقول لك بان هو افضل او عمل شوط ثاني ممتاز، لا، الزمالك كان بقى عنده بصيص من الامل انه يسجل هدف. ليه؟ لانه بدا يضغط على الاطراف بتاعه مصر المقصه سواء بزيزو او ببن شرقي، بدا يضغط عليهم، بدا يستخلص الكوره من الناحيه دي، بدا ان هو بعد ما بيستخلص الكوره من الاطراف او بدا يضغط من الاطراف بنشوف اوباما بيضم مع سيف الجزيري كمهاجم تاني في منطقه الجزاء. وبمناسبه طول ما فرجاني اساسي موجود في نص الملعب بتشوف اوباما بيبتدي اللي هو يكمل كمهاجم تاني في منطقه الجزاء الخصم، وتكمله اوباما لمنطقه الجزاء الخصم بتخلي اوباما شكله افضل. اوباما في بدايه الموسم لما جاب 9 اهداف كان بسبب ان تكملته ليه مع مهاجم في منطقه الجزاء الخصم، كان بيضم بيبقى مهاجم تاني بسبب ان تحته لاعب اسمه فرجاني ساسي بيعمل ادوار اوباما وادوار لاعب نمره 8. النهارده اوباما ما كانش ظاهر الشوط الاول وكان عامل شوط اول سيء جدا بسبب ان هو بعيد عن منطقه الجزاء، بينزل كتير لنص الملعب، بيحاول يستلم الكوره، بيحاول يعمل مهام صانع العاب اللي هو ما بيعرفش يعملها. صريحه حاول يعمل حاجات نص الملعب او صانع العاب اللي بقول له اوباما ما بيعرفش يعملها. لكن الشوط الثاني لما شفنا اوباما خد الحريه ان هو يضم يبقى مهاجم تاني مع سيف الجزيري، قدر يسجل هدفين. قدر يسجل هدفين، زي ما قلت في المقدمه ان عبد الشافي بياكد ان الذهب لا يصدق. عبد الشافي النهارده مقدم مباراه من افضل المباريات، مش هقول لك ده العادي بتاع عبد الشافي. خلاص. ده اللي اتعودنا عليه من عبد الشافي من ساعه ما رجع. هو ده الاداء بتاعه. مش عامل طفره مثلا او الاداء مفاجاه الماتش ده، لا، هو عبد الشافي كده. سواء دفاعيا او هجوميا. العرضيات بتاعته بتبقى بلسم. العرضيه الاولى في الجول الاول
رفعها تصيد الجزيره، سيد الجزيره ريحها بمعلمه بفكر مميز جدا، ريحها بصدره لاوباما، اوباما دخل بشماله الجون الاول، بعدها على طول باربع دقائق عبد الشافي بيستلم الكوره من نفس المنطقه، بيقف على الكوره بيبص بيجهز نفسه بيرفع عرضيه على مسطره على راسه اوباما، وهو بيخش تك الجون الثاني للزمالك، والزمالك 2-0 وخلاص بيحط قدمين الاثنين في سيمي فاينل كاس مصر. ولكن عندي شويه ملحوظات عند شويه لاعبين وشويه على كارتيرون. الحاجه الاولى ان مهاجمين الزمالك، ناس كتير شفتها على السوشيال ميديا بتهاجم سيف الجزيري، بتقول سيف الجزيري لا يصلح كهجوم او لا يصلح ان هو يبقى مهاجم نادي الزمالك. حاليا المتاح دلوقتي قدامك هو سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بمنازل بيتحرك كويس جدا بعرض الملعب، كويس جدا بيحرك بعرض الملعب، لو عايز يفتح مساحات ويسحب معاه مدافعين عشان يسحب يفتح مساحه بيعملها كويس جدا، يبقى هداف وتارجت مان بيعملها كويس جدا 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 على مستوى السرعات كويس جدا. سيف الجزيري هو الافضل من بين المهاجمين اللي عندك في الفريق دلوقتي. وادي شفت لما نزل مروان حمدي كراته خطا بالكوره، بساطه خاطئه، متسرع، مش عارف. مروان حمدي فعلا ده اللي لا يصلح بهجوم نادي الزمالك، لكن سيف الجزيري لا، سيف الجزيري يجي منه. سيف الجزيري مهاجم مميز، مهاجم يقدر تعتمد عليه الفتره اللي جايه بصراحه. سيف الجزيري مهاجم تقدر تعتمد عليه الفتره اللي جايه. لا حتى انا بدرس كارتيرون، انا اتمنى ان انت بدرس كارتيرون المباراه اللي جايه تحاول تلعب على نقط ضعف الخصم، اتفرج على الخصم، اتفرج على الخصم، العب على نقط ضعف. شفت اللي هو على الاطراف سيء، العب على الاطراف، العمق بتاعه مستباح وتقدر تستغله، العب العمق، ولكن ما تنزلش المباراه لو انا بالفهلوه لان نازل العب بطريقه انا، لا لازم تتفرج على الخصم، لازم تدرس عشان تلعب على نقط ضعف. اتمنى الزمالك ماشي جاي لاقيش بيعمل الميديوم بلوك ان انا اقف في نص ملعبي واستنى ان انا استخلص الكوره عشان اضرب الفريق المنافس، لا تضغط من اول المباراه. انت الزمالك العب باي بلوك واضغط من نص ملعب الخصم واستخلص منه الكوره وجيب جون واثنين وثلاثه وخلص الماتش زي ما عملت في ماتش اسوان. ولكن النهارده قدر الله مش هفعل، اداء شوط اول سيء جدا جدا جدا، شوط ثاني نوعا ما ابتدينا نلعب كوره، ابتدينا نحاول ان احنا نكسب المباراه، والحمد لله قدرنا نفوز بالمباراه ونوصل سيمي فاينل نلعب فيه اسوان، وبنسبه كبيره ان شاء الله تبقى مباراه سهله ونقدر نصعد الفاينل اللي هو بنسبه كبيره باذن الله نلعب فاينل السنه دي كاس. وفي الاول وفي الاخر ده رايي انا في مباراه الزمالك ومصر المنكسره، شخص واحد قول رايك في الكومنتس، قول توقعك هل الزمالك قادر على الوصول للفاينل ولا ممكن اسوان تحقق المفاجاه، قول توقعك في الكومنتس. ولو حضرتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوف هامس سبسكرايب في المحفظه وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول، تجيلك حلقات اليورو اول ما تنزل على طول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، وما مش على فيسبوك ريتويت على تويتر، كان معاكم استاذ، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.